أسبت غاية الأسف يا زهدي بك، أسبت غاية الأسف، فمثل هذه الأمور لا يجب يا سيدي الأستاذ. أنا عارف إن اللي حصل ده خطأ، ولكنه حدث، فماذا أفعل؟ ايه ممدوح تاخرت ليه؟ تهت على البيت؟ لا ليه ابدا، العنوان سهل قوي. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني ورحمه الله وبركاته. اقعد يا ممدوح. يلا يا استاذ. كل شيء جاهز والشهود على الامضاء. هي الهانم هتحضر باذن الله. لا هاخد لها الدفتر جوه عشان توقع جوه. على بركة الله. البطاقة يا أستاذ ممدوح. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بعصيك على الحكاية دي فهي حلال، ولكنها والعياذ بالله مكروهة كراهة التحريم. يعني مش سيادتك بتقول حلال؟ ما هو الطلاق حلال ولكنه بغيض عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، صدق الله العظيم. طيب وأنا بطلع؟ أنا بتجوز يا أستاذ. ما هو زي الطلاق مكروه. يعني امشي. أنا ما قلتش حاجة، أنا بوعيكم السلام. شاكرين يا أستاذ. عفواً. باكر إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذن الله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. شرفتم ونسكم. حصلت البركات. أنا واثق فيك جدا. ثانية الأوضة دي هي اللي هتنام فيها. حاضر. ممدوح؟ نعم. أقدر أسيبك دلوقتي المطمن؟ طبعا. طيب أنا من بدري هكون عندك. تحت أمرك. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير استهان. انت هتقعد هنا؟ نعم. هتقعد هنا على طول؟ لا بس اصل سعاده البيه
ساعة البي مين؟ ساعة البي جوز حضرتك. قصدك زهدي اللي كان جوزي. انت ما تعرفش ان انت دلوقتي جوزي وشرعا؟ ايوه بس اصلي دي مأمورية يعني. اسمك ايه؟ ممدوح يا هانم، ممدوح فتيح السيد فتيح. على فكره انا مش هانم دلوقتي، انا مراتك ومن حقك تامرني. العفو يا هانم. ما قلت لك بلاش هانم دي. طيب ماشي. اول مره اشوف راجل ليله دخلته خايف كده. المفروض انا اللي اكون خايف ولا ايه؟ ممدوح انت جوزي حلالي، يعني لازم تمارس سلطتك كزوج؟ ما تخليني في حالي. معقولة؟ اصل انا هنا استهانم في مأمورية، ومأمورية محددة حسب اوامر سعادة البي. سعادة البي دي عندك هناك في الشركة، هنا انت جوزي. جوز حضرتك؟ ايوه، ومن حقك تأمرني. أمرك بإيه؟ وتشخط فيا كمان. أشخط فيك إزاي؟ مش فاهم. وتقلع الجزمة وتضربني بيها. لا إله إلا الله، أقلع الجزمة بس ما أقدرش أقلع الجزمة عشان الشراب مقطوع. ممدوح. نعم. تعرف ربنا؟ الحمد لله. بتصلي؟ يعني تعرف الحلال من الحرام؟ يعني. دلوقتي إحنا إيه؟ إحنا الأربعة. مش الايام، احنا انا وانت. ايه بقولك يا ست هانم، ما توقعنيش في الغلط، اعملي معروف يا حبيبي. الله 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 الله، انا في عرضك يا ست هانم، واحد مش ناقص الحقيقه. انت خايف ليه؟ انا بتكلم معاك، يعني بحاول افهمك. انا دلوقتي مراتك ولا لا؟ على الورق بس. الله، مش انت وافقت تتجوزني؟ ايوه. أنا كمان وافقت، تمام؟ مش فاهم الحقيقة. الجواز إيه؟ اتفاق قبول شروط، تمام؟ أصل أنا خريج تجارة، ما فهمش في الحاجات دي كويس يعني الحقيقة. طب أفهمك إزاي؟ وأقول لك إيه؟ ها؟ فضلك اديني 3 اربعات 4 4. اوعى تفتح السماعة. ايه ده؟ ده انا مصري دولك، معقول يكون ده العلوم؟ تعال. اقلع. نعم. اقلع. انا جرأة ايه يا دوحة؟ دوحة؟ معقول هتفضل بالجاكيت كده على طول؟ احلوت قوي قوي، اصل انا احب ابقى محترم يعني بالجاكيت ده. طب خد البس ده. طيب ده بتاع زودي ليه؟ ايه ده؟ ده في فلوس لزودي بيه؟ دي مين اللي لك هدايا؟ مفيش داعي يا فندم، الحقيقة حطهم في جيبك. دول كام دول؟ ألف. ألف، ربنا يجعله عامل إن شاء الله. اسمع يا ممدوح، إذا كنت فعلا بتحب زهدي لازم تنفذ كل اللي هقولك عليه. إذا ما بقتش جوزي الليلة
جوازي منزود يبقى باطل حرام، وانا ما بحبش اعيش في الحرام. ايوه بس اصل زهدي بيه قال لي. انا ماليش دعوه بالبيه، انا بتكلم عني وعنك. اصل زهدي بيه لو عرف هتبقى مشكله. يعني اقتنعت؟ طبعا ما تعشتش. انا مش جعان الحقيقه. انا بقى جعانه جدا، وبصفتي مراتك هروح احضر العشاء، وانت بصفتك جوزي تقعد كده زي السبح. ايوه، واقلع الجزمه كده وريح. ولا اقولك انا اللي على حالك. انت بتدهن رجلك كريمه ايه؟ كريمه في رجلي؟ اه، هي مش بتتاكل الكريمه دي برضه؟ الشراب ده في رجلك بقاله قد ايه؟ بقاله 20 يوم. ليه؟ قوم على الحمام، تقلع، تستحمى، وتلبس الروب ده. يلا خد. يلا. حلوة دي استهانم. ما بلاش هانم دي، انا اسمي داوود. قول لي يا دولي. دولي؟ دولي. اصلا عندنا سيما في شبرا اسمها دولي. يا دولي يا دولي يا دولي، مش كده يا دولي؟ يبقى ناموا. ناموا دلوقتي، الواحد يقدر ينام وهو مرتاح. ايه ايه حصل؟ ايه في ايه؟ صباح الخير. يا الساعه كام دلوقتي؟ كام؟ 7. طيب Thank you.
اصحى مندوح. استنى يا اما شويه مش كده. اصحى مندوح، انا زهدي. زهدي مين المدير؟ هو فين يا اما؟ على مهلك يا مندوح، على مهلك. ده كده يا علي الضغط، على مهلك يا اخي. صباح الخير يا سعاده البيه. انا صباح الخير يا مندوح. قول لي نمت كويس؟ كويس ازاي يا بيه؟ زي ما انت شايف وبدلت والله. طب بقول ايه؟ نعم. انت سمعت التليفون؟ التليفون ايه يا بيه؟ قصدي سمعت جرس التليفون؟ جرس التليفون، جرس، سمعت جرس التليفون. بس انا ما خرجتش، مش سيادتك قلت لي ما تخرجش؟ تمام. يلا ندوح، يلا بينا. يلا بينا. ربنا يستر معانا شويه، باذن الله ربنا يستر. لسه نايمه؟ مين؟ الهانم. على فين يا بيه؟ هنفطر في المطبخ عشان الهانم ما تصحاش. اقعد يا مجنون. عارفه ساعات بيه. كل تلاقيك ما دقتش حاجه من امبارح. قول يا مجنون. نعم. متهيألي الهانم ما دقتكش. ها؟ هي الست هانم نايمه؟ انا متهيألي يا فندم انها مش هنا. قصدك ايه؟ اصل انا ما سمعت الصوت خالص الحقيقه. عشان اقول لك ان الاولاد هيخرجوا من مدرستهم هيجوا على هنا. بس ادي الموضوع. سلام عليكم.